أم أحمد بيرجع الذكريات ما شاء الله عليك. إيش ال ما تعرف؟ طيب التلفون شوف بالهندة. لا أنت هذا بالهندة هذا حق أول. إيه. يا سلام. وهذه الشنطة مستر القديمة كان أول إلين يشغلوها في البيت شو خروق السماعة عشان لا يسمعوها المطاوع. لا. إيوه كان يشيلوها يحرقوها. يا دقيقة. إيش يسموها؟ مستر. أيوه. يا جرح قلبي تلينه وهذا محل الإبر حطوه هنا شوف أوه. الإبر حقتها شايفها اي والله فيها الإبر ايوه حط الأسطوانة والزنبر يكعبيها وتشتغل وهذه ايش يسموها؟ هذا القرب في ناس يحطوها بمويه وفي ناس يسووها سعن للبن وفي ناس يحشوها تمر حلو ويسموها في التمر يسموها الشنه الشنه ايه المجلات ما فيها فين المجلات؟ تأكد يا عم احمد عند المقاميع ها؟ طبعا عم احمد لا 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 الامور طيبه رجع عندك رياض هذا القدر حاسب طشر من حاسب ايوه ايوه هذه مقامين هذه مصبعة ايوه هذه مصبعة لها اسامي ايوه يا سلام هذه زيها وفين مفتيل ثاني مفتيل ما في هلا هذه هي اللي فوق شو هذا اللي جنة هذه ايوه هذه مفتيل وهذه بارسل هذا مصبع والمجمع مجمع ما في اخر واحد اللي فوق ولا هذا هتدرب كم يبيعوها عندنا؟ 10 سوق التمر هنا يسووه هذا السيف ايوه بايش يستخدموه هذا؟ التمر هذا؟ ايوه هذا نحط الانتبيات الحظر احنا ايوه انت يعني حقتكم انتم الحظر ايه هذا الزهو حلو يقوم هذا يفوروه يقوم يخرجوه يحطوا له هذا حلو ب 10 ريال وهنا كم يبيعون في السوق عليهم بلاش ب 5 ريال ومتى تسوي شو اسمه الدبيازه؟ الدبيازه هذه تسووها في العيد في العيد؟ اي سنة رمضان مع الفطور حلو هذا مربى حقا ايوه يا سلام زين العب عم احمد لا حيل امسح امسح الجواز حق الصالح هنا عم احمد ايش الدله هذه والله الدلال تختلف منها تجيك قول لي عراقيه ما ادري عراقيه اظن يعني ايه هذه ايوه ها ايوه العملات هنا هذا المجيدي هذا يا المجيدي يا اليماني عم احمد شوف في ريال فوق في ريالين في ريال سعودي وفي المجيدي لا ايوه فين هو هذا مسود شكله يطبخه بالحطب نحاس قدر ايوه زمان كله نحاس اي وفي الريال اليماني
ريال الماني يسموها ريال كبير طبعا. ايه بس اظن هذا المجيز مع انه هذا الرياض اول رياض، بعدين جابوا زين الصوره هذا حق حليب. ايوه حليب لبناني زمان. حليب لبناني يا الله. شوف بعدين شفناها عند الحجات يوم كان اي صاروا الحجات اي يا اي والله هذه حقت حليب حليب نان. تعرف ان تعرف ان الطفل يطلع متعافي من اي والله متعافي. لا كانوا يدوا له مو هذا الحليب، اي هذا كانوا يدوا له